طبعا احنا متعودين ان احنا نروح لاي صيدلي لما نحس بصداع ونروح نقول له والله يديني حبايه صداع، هيديك حبايه باي الكوفان او يديك حبايه كوتفان او يديك شريط ماكسجيسك او ممكن يديك سبيدفين وانت بتاخد الحبايه وخلاص، لكن لا انت بتبقى عارف انت عندك صداع ايه ولا تعرف تفرق انواع الصداع اللي عندك. فاحنا في الحلقه دي هنخليك تعرف ايه هي انواع الصداع ونخليك تعرف ان تديش اي حاجه من غير ما تعرف انت عندك ايه. باشا وائل اهلا بيكم، حلقه جديده من جوه الصيدليه. كتير من الناس بيجي لهم صداع كتير كتير، بتعرف تعد لحد كام؟ الفكره ان هو ما بيبقاش عارف الفرق ما بين الصداع اللي عنده، ودايما الناس بتبقى عندها طب انا عندي صداع من الضغط، طب انا عندي صداع من النظر، طب انا عندي صداع من الجيوب الانفيه، طب انا عندي صداع مايجرين او صداع نصفي، ولا انا عندي كلاستر هيديك ولا تنشن هيديك. انواع الصداع كتير، وبيكون الحل الاسهل هو حبتين بنادول او كيس فوار مسكن ونخلص. خليني اقول لكم، للاسف في عندنا اكتر من 10 انواع للصداع، ودول اللي مشهورين، لكن في بيقول لك في اكتر من حاجه و70 نوع للصداع، بس احنا هنتكلم عن الاشهر، وهو ده موضوعنا النهارده من جوه الصيدليه. انا عمرو ابو بكر، والف سلامه عليك لو عندك صداع، ويا رب ما زودش عليك الصداع. يلا بينا نبدا من جوه الصيدليه. بص يا وائل، هو انت لازم تعرف الاول نوع الصداع اللي عندك علشان تعرف تعالجه، والا هتبقى بتاخد اي حاجه وخلاص، اي مسكن وخلاص. الصداع ممكن تكون اسبابه معروفه وممكن تكون لا. يعني احنا عندنا نوعين من الصداع، في حاجه اسمها برايمري هيديك وفي عندنا حاجه اسمها سكندري هيديك. برايمري هيديك يعني الصداع هو صداع احنا مش عارفين سببه. السكندري هيديك يعني هو بيجي بسبب ثانوي، بمعنى ايه؟ ان في حاجه ادت الى حدوث الصداع. يا رب اللقطه دي بس تبقى مفهوم. هنبدا الاول حاجه من الاسباب اللي مش معروفه، وهو عندنا اول نوع وهو التنشن هيديك. التنشن ده بيحصل كتير جدا للستات اكتر من الرجاله، على اساس ان هم تحت ضغط ومش سترونج اندبندنت يعني. طبعا الكلام ده كان زمان، كلنا دلوقتي بيجي لنا تنشن هيديك. الصداع بيكون في كل الراس، وبتحس ساعتها ان في حزام، بتحس انك عايز تربط دماغك بحزام بشراب. فاكرين الناس زمان كانت تربط دماغها بالمنديل والمفك، تقعد تلف وتلفه بحيث ان هو يزم. الزمه دي بتريح، لو انت عندك الزمه حوالين راسك حاسس بصداع في كل دماغك يبقى انت عندك تنشن هيديك. طبعا علاجه انك تخفف الضغط لو قدرت، يعني تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، تتوضى، تريح، تستحمى، سيب اللي انت بتعمله ده وتاخد اي نوع من المسكن، ومن الوقت ده تبدا تحافظ انك تاخد حاجه زي المغنيسيوم 400 ملي جرام يوميا. وانا افضل جدا انك تاخد حاجه مغنيسيوم معاها فيتامين B6، لان فيتامين B6 له علاقه كبيره جدا 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 بموضوع الاعصاب وارتخاء الاعصاب كمان، فهيديك تاثير مضاعف مع المغنيسيوم. تاني حاجه من انواع الصداع الاشهر بدون سبب، وهو الكلاستر هيديك، وبيعتبر من اشد انواع الصداع الما، ومش بيجي لكتير من الناس الحمد لله. طبعا بيجي اكتر للرجال، لكن المه بيكون صعب جدا، بيجي حوالين العين. الصداع بيجي متكتل في الجزء ده، الم كبير في عظمه العين، دموع كتير بتنزل بدون سبب، الوش اصفر، شكله شاحب، بيبقى فيه شبه شويه من الصداع النصفي في حته ان الناس ما بتبقاش طايقه الاضاءه العاليه ولا الصوت العالي، لكن مع الكلاستر هيديك ما بيكونش فيه احساس بالترجيع. الصداع ده بيجي على مراحل، ولما بيجي كده بيجي لوكش على بعض، عشان كده بيتسمى الكلاستر هيديكس. الاتاكس بتاعته بتحصل على مراحل، المراحل دي ممكن تقعد من اسابيع وممكن تقعد لحد سنه. لو جالك الكلاستر هيديك فهو بيجي لك في نفس الميعاد في كل مره، يعني في كل سنه لو بيجي لك فصل ربيع يقعد معاك 3 اسابيع، يجي لك كل سنه في نفس الربيع 3 اسابيع. عشان كده انت حاول انك تبقى مجهز نفسك قبلها باللي احنا هنقول عليه. علاج الكلاستر هيديك غالبا بيكون شبه الصداع النصفي، وان كنت انا بفضل الحقن كعلاج هنا، لان الاقراص بصراحه تاثيرها ضعيف جدا وما بتجيبش نتيجه مع موضوع الكلاستر هيديك. الحقن الكويسه اللي كنا اتكلمنا عليها لكن كانت غاليه هي الايميجالتي، اللي احنا كنا اتكلمنا عنها وعملنا عنها فيديو كامل، ممكن تشوفه، ممكن تنزل تشوفه من صندوق الوصف عشان ما نطولش عليكم. ثالث حاجه معانا النهارده هو الصداع النصفي. الصداع النصفي دايما برضو احنا بنقول ان سببه مش معروف، وان كنا بنقول ان هو بيحصل توسع في الاوراق الدمويه فبيجي الدم بسرعه، بس احنا مش عارفين ايه اللي بيسبب الكلام ده، عشان كده احنا بنقول عليه ان هو من انواع البرايمري هيديك او من انواع الصداع الغير معروف السبب. الصداع بيجي في نص الراس، في تخبيط جامد جدا
في احساس بالنبض اللي احنا بنقول عليها ثرومبنج هيديك، تحس كده ان في نبض في دماغك، حد بيضرب في دماغك، هو ده الصداع النصفي. في احساس بالترجيع وبالغثيان، الصوت العالي، الاضاءة العالية بتعمل تزود الموضوع قوي، حاسس انك ترجع. بيجي قبلها حاجات اللي هي الاورا بتاعتها اللي هي بتخليك تعرف ان انت نوبة الصداع النصفي هتجيلك. واحنا كنا اتكلمنا في فيديو كامل عن الصداع النصفي، واتكلمنا عن تفاصيل الصداع النصفي وعلاجه بالكامل، فيديو ولا اروع، فممكن تشوفوه من هنا وممكن برضو تشوفوه في صندوق الوصف. خلينا نفكركم بالعلاج، ان العلاج لما بيكون عندك صداع نصفي فانت اول حاجه بتستخدمها لازم تستخدم حاجه مسكنه للالام، حاجه زي الكتافلام سريعه ممكن تجيب نتيجه، حاجه زي السبيدفين الايبوبروفين اللي هو الفوار، حاجه بسرعه تدي نتيجه في 20 دقيقه بالكتير جدا، حاجات اللي هي بتقلل النوبات زي الكو انزيم كيوتين الانزيم المساعد 10 بتركيز 200 ملي جرام، حبوب المغنيسيوم مع فيتامين بي 6 من الحاجات الهائله جدا اللي بتقلل موضوع النوبات ده ان هو يحصل. زي ما قلنا في فيديو الاميجالتي، لو النوبات دي بتزيد عن 10 نوبات في الشهر هيكون العلاج زي الزوميج والتريبتان والمغنيسيوم والكوينزايم كيوتين، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها واللي هتلاقوها في الفيديو زي ما قلنا، الحاجات دي ما بتجيبش نتيجه، وهيبقى ان احنا نروح ناخد الحقن دي. طب الحقن دي هل هتمنع النوبات بشكل كامل؟ هي ممكن تمنع النوبات بشكل كامل، ولكن في اقل الاحوال هي بتقلل النوبات بشكل كبير جدا، وبالتالي تخليك تقدر تعيش حياتك. لكن خلينا نقول ان هي برضو سعرها غالي، فانت لازم يبقى معمول حسابك وانت بتفكر في الاوبشن ده. بس احنا النهارده ما بنناقش الحاجات دي، احنا النهارده شويه يمكن بنناقش انواع الصداع، لكن كل الحاجات دي احنا ناقشناها في فيديوهات قبل كده. هنروح للجنب التاني بقى اللي هو اللي بنقول عليه السكندري هيديك. الصداع بيكون ناتج عن سبب زي صداع الجيوب الانفيه، صداع الضغط، صداع النظر، صداع الهرمونات. اعرف ازاي؟ خلينا نبدا. صداع الجيوب الانفيه بيكون صداع قوي جدا جدا جدا، بيحصل في الجيوب الانفيه، بيحصل في الجيوب اللي هنا او في الجيوب اللي هنا، بصداع بيخليك تقوم من النوم مش طايق نفسك، وممكن يقعد معاك من اول ما تصحى من النوم لحد اليوم كامل ما يفكش الا لما تاخد كل ادويتك وتكون كرهت حياتك، وهتلاقيه بيجي مع ان انت مش قادر تتنفس. يعني الصداع هيبقى هنا في الجزء ده، ولو ضغطت على الجزء اللي فوق ده على الجيوب اللي هنا او الجيوب اللي هنا، الصداع بتلاقيه بيزيد، فتعرف ان هو صداع جيوب الانفيه، تلاقي نفسك مش قادر تتنفس، مناخيرك مسدوده. ده برضو من الحاجات اللي بتقولك ان انت عندك صداع جيوب انفيه. طبعا الجيوب الانفيه قصه كبيره جدا، وعلاجها لازم ناخد حاجات بخاخات، ولازم ناخد حاجه للهيستامين، ولازم ناخد حاجات كتير جدا. اللي عنده صداع جيوب انفيه يبقى انت هتروح لفيديو الجيوب الانفيه وتشوف العلاج بتاع الجيوب الانفيه، هتلاقيه موجود هنا وهتلاقيه موجود في صندوق الوصف، ادخل عليه وشوف موضوع الجيوب الانفيه، وهتلاقي الموضوع احنا بنغطيه من الالف الى الياء بعلاج قوي جدا جدا جدا. نيجي بعد كده للصداع الناتج عن ارتفاع ضغط الدم. الصداع بيكون في الراس من ورا، واوقات كتير بيكون في الراس من ورا ومع اول الجبهه، كمان بيكون في تعب، بيكون في الم في الصدر، الم في العضلات، وفي تخشب في الرقبه، احمرار في الخدود لان ضغط الدم عالي فبيبقى في احمرار في الخدود. لو الدم ضغط الدم زاد وقعد فتره ممكن ينزل دم من الانف. اما صداع الناتج عن النظر او العينين في الاغلب هيجي في الجزء الامامي من الراس، هيجي في الجزء بتاع الجبهه. الصداع ده هيجي لك بعد ما تقرا كتاب مثلا، بعد ما تتفرج على التلفزيون، بعد ما تستخدم اي حاجه فيها النظر، فيتحس بالارهاق، بالتعب، مش قادر تكمل، عندك صداع رهيب جدا. عندها لازم تروح لدكتور العيون، ولازم تروح تكشف نظر او تغير النظاره، او تبدا تشوف ايه علاقه ضغط العين مثلا، تشوف كل الحاجات دي مع الدكتور. اما بالنسبه لصداع الهرمونات، فصداع الهرمونات اشبه ما يكون بالتنشن هيديك، بيجي حوالين الراس. تمام، صداع الهرمونات بيحصل مع تغيير الهرمونات، بيحصل للستات كتير وقت الدوره، ووقت كمان الاوفيليشنز، وقت التبويض بيحصل نوع من الصداع، مش لكل الناس طبعا، لكن بيحصل لبعض السيدات، وده بيكون صداع له علاقه بتغيير الهرمونات. الحلقه النهارده ما كانتش علشان نعالج كل نوع من الصداع، لكن عشان اقول لك يا وائل انا عندي انواع كتير من الصداع. مش كل حد يجي يقول لك انا عندي صداع تقول له خد بنادول او خد اي حاجه علشان تعالجها، لازم ابقى عارف ايه الصداع اللي عندي، ولازم حضرتك او حضرتك وانت قاعده لو جالك اي صداع تبقي عارفه انت عندك اي صداع، تبقى هو بيحصل فين في اي جزء من الراس،
ايه الاعراض المصاحبه للصداع ده؟ هل في حاجات مسببات للصداع ده ممكن اعرفها ولا لا؟ وطبقا على ذلك باخد العلاج الصحيح اللي يجيب معايا نتيجه كويسه جدا بدون ما يضر حاجه ثانيه. بس كده احنا كده خلصنا انواع الصداع. ربنا يحفظكم ويحميكم ويحمي كل الناس ويحمي كل اللي تعرفوهم يا رب. دمتم في نعمه، دمتم في صحه، دمتم بفضل من الله. اشوفكم على خير في حلقه جايه من جوه الصيدليه. كان معاكم عمرو ابو بكر، سلام. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجه مختلفه، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي. لو نفسك تدعمنا وتساعدنا فالموضوع بسيط جدا، كل اللي عليك تعمله انك تعمل اشتراك او سبسكرايب للقناه وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد بنقدمه اول باول. في صندوق الوصف كمان هتلاقوا لينك لحساباتنا على السوشيال ميديا كلها، اعمل لايك وفولو لان انا بيكم بكبر وبيكم بتشرف بالمتابعه. شكرا جزيلا، عمرو ابو بكر.